عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رسمانة أمين، معلمة رياضيات في مدارس بدر تايجرز الخاصة للصف الثاني الابتدائي. درسنا النهاردة يا حبايبي اسمه الجمع بإعادة التجميع، أو جمع عددين بإعادة التجميع. طيب ليه اسم تاني؟ أيوة، ممكن يكون اسمه الجمع بالإضافة، أو الجمع بإعادة التسمية، أو الجمع بالتحميل. كل دي مسميات لدرسنا النهاردة. تعالوا نستنتج مع بعض يعني ايه الجمع بإعادة التجميع. عندنا هنا مثلا عددين 49 زائد 22، تعالوا نجمعهم مع بعض كده بالطريقة العادية. 9 زائد 2 بيساوي كام؟ 11. احنا اتفقنا لما نيجي نجمع عددين بنجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات. 9 زائد 2 بيساوي كام؟ بيساوي 11. طيب 4 زائد 2، 4 في العشرات ب40 زائد 2 في العشرات ب20 بيساوي 60. طب تعالوا نجمع العددين دول، ناتج جمع الأحاد مع بعض وناتج جمع العشرات مع بعض. 1 زائد 0 برافو عليكم بيساوي 1. طب 1 زائد 6 بيساوي 7. يبقى ناتج الجمع بتاع 49 زائد 22 بيساوي 71. طيب الطريقة دي يا مس لفة، في طريقة تانية نحل فيها تكون اجابتها مباشرة؟ تعالوا معايا نشوف مع بعض. نفس العددين اللي جمعناهم فوق هنجمعهم تاني، 49 زائد 22. تعالوا نشوف بقى الطريقة المباشرة للجمع بإعادة التجميع. هنجمع برضو الأحد مع الأحد، 9 زائد 2 بيساوي كام يا شطار في الجمع؟ فاكرين لما كنا بنعد باستراتيجية العد من العدد الأكبر في الجمع، نعد بعد التسعة كام؟ 2. عد معايا يلا بعد التسعة 10، 11. ايه ده يعني نكتب هنا يا مس 11؟ ينفع نكتب هنا 11؟ هقول لك لا، احنا عندنا بيت الاحاد او بيت العشرات او بيت المئات، كل بيت بيسكن فيه رقم واحد بس. طيب ال11 دي واحد في الاحاد والواحد التاني في العشرات، طب ينفع احط رقم في رقم قيمته عشرات في بيت الاحاد؟ طبعا ما ينفعش. طب احطه فين؟ هحطه هنا عند العشرات. خلاص يبقى ال11 هنكتب الواحد بتاع الاحاد هنا في خانة الاحاد. طيب والواحد التاني يا مس؟ هحطه فوق العشرات، يعني هجمعه مع العشرات. يلا نجمع كده العشرات مع بعض، 1 زائد 4 بيساوي كام؟ برافو عليكم 5. 5 ونزود عليها 2، ممتاز يا حبايبي، بيساوي 7. بيساوي ايه يا حبايبي؟ 7 تتكتب في خانة العشرات. تمام كده. نقول تاني، 49 زائد 22 هنجمع 9 زائد 2 بيساوي كام يا شطار؟ برافو عليكم 11. 1 والواحد التاني هيروح فين؟ هنوديه عند الجيران. هنوديه فين؟ عند الجيران. الجيران اللي هي بيت الايه؟ بيت العشرات. يلا نجمع كده بقى العشرات، بقى عندنا فيها 1 زائد 4 زائد 2. 1 زائد 4 بيساوي كام يا شطار؟ ممتاز يا حبايبي، بيساوي 5. 5 نزود عليها 2 هيساوي 7. طب يلا نشوف مسألة تانية نفهم منها اكتر. يلا حبايبي هنجمع هنا 56 زائد 35، هنجمع الاحاد مع الاحاد. ها 6 زائد 5، 6 نزود عليهم 5. يلا مع بعض نعد بعد الستة، 7 8 9 10 11. ها هنكتب ال11 كلها؟ برافو عليك. ولا يا مس، هنكتب واحد هنا بتاع الاحاد. طب والواحد التاني هوديه فين؟ برافو عليكم، سامعاكوا بتقولوا هنوديه عند الجيران في خانة العشرات. يلا نجمع كده مع بعض، 1 زائد 5 هيساوي كام؟ يساوي 6. طب 6 لما نزود عليها 3 برافو، نعد بعد الستة 7 8 9. يبقى هنكتب هنا في العشرات 9. يبقى الناتج بتاعنا 91. ناتج المسألة كام يا شطار؟ 91. طيب نشوف مسألة تانية نفهم منها اكتر. يلا حبايبي نشوف مع بعض. ها انتوا اللي هتقولوا معايا، اقرأ العدد ده. برافو عليكم، 33 زائد كام يا شطار؟ زائد 18. ها نبدأ منين، من الاحاد ولا من العشرات؟ برافو عليكم، بنبدأ نجمع الاحاد مع الاحاد.
ثلاثة زائد تمانية. ها بنعد بعد الثلاثة ولا بعد التمانية؟ ممتاز، اخدنا في الاستراتيجيات بنعد بعد العدد الكبير في الجمع. بعد التمانية هنزود ثلاثة، عد معايا بعد التمانية، تسعة، عشرة، احداشر، برضو احداشر، ماشي مش مشكلة. هنكتب الحداشر كاملة؟ لا، نكتب واحد، والواحد التاني يروح عند الايه؟ عند الجيران فوق خانة العشرات. يلا اجمع معايا، واحد زائد تلاتة يساوي كام يا شطار؟ اربعة، اربعة نزود عليهم كمان واحد يبقوا كام؟ يبقى خمسة، يبقى واحد وخمسين. طيب نجمع المسألة اللي بعدها، سبعة زائد اربعة. يلا يا شطار مين يجمع معايا؟ اديكوا فرصة تفكروا بسرعة. يلا، سبعة زائد اربعة بيساوي كام؟ برضو حداشر، مش مشكلة. هنكتب الحداشر كاملة؟ لا. طب هو يمس كل مرة هيطلع حداشر؟ لا، مش كل مرة هيطلع حداشر، ممكن يطلع اي عدد. يلا نكتب مع بعض، هنكتب الحداشر كاملة؟ لا، هنكتب واحد، والواحد التاني هيروح فين يا شطار؟ هكتبه جنبه؟ لا طبعا، هنكتبه فين؟ فوق خانة العشرات، ونعمل عليه الدايرة زي اللي انا عاملاها كده عشان ما ننساهوش. واحد زائد اتنين بيساوي كام؟ برافو عليكم. تلاتة، تلاتة زائد خمسة، برافو عليكم يا شطار، بيساوي تمانية. يبقى ناتج المسألة واحد وتمانين. طب دي الطريقة الرأسية، يلا نشوف مع بعض ازاي نجمع في الطريقة الأفقية. يلا مع بعض، هنا الأحد خمسة وهنا الأحد سبعة، خمسة زائد سبعة. يلا نعد بعد السبعة نزود عليها كام؟ خمسة. يلا على ايدك كمل، بعد السبعة تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر. هنكتب هنا الكام؟ الاتنين ولا الواحد؟ برافو عليك، هنكتب اتنين عشان الاتنين هي اللي في خانة الأحاد. طيب والعشرات فيها كام؟ فيها واحد، هنكتبه فين؟ فوق العشرات. يلا نجمع كده مع بعض العشرات، واحد زائد اربعة بيساوي كام يا شطار؟ بيساوي خمسة، خمسة زائد تلاتة بيساوي كام؟ برافو عليك، وبيساوي تمانية. يبقى الناتج بتاعنا كام يا شطار؟ اتنين وتمانين. طيب تعالوا هنا نشوف المسألة اللي بعدها، تمانية تمنتاشر زائد سبعة وعشرين. تمنتاشر زائد سبعة وعشرين، هنجمع الأحد مع الأحد. ها فين الأحد هنا؟ تمانية ولا الواحد؟ برافو عليكم، التمانية. طب وهنا فين الأحد؟ السبعة ولا الاتنين؟ ممتاز يا سنة تانية، السبعة. فهنجمع تمانية زائد سبعة. يلا نعد، بعد التمانية نزود عليها سبعة، بعد التمانية تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، اربعتاشر، خمستاشر. يبقى تمانية زائد سبعة بيساوي كام يا حلوين؟ برافو عليكم، خمستاشر. هنكتبها كلها؟ برافو، سامعاكوا بتقولوا لا، هنكتب بس الخمسة. طيب والواحد بتاع الخمستاشر هيروح فين؟ عند الجيران، عند العشرات، فنكتبه هنا فوق العشرات. يبقى ونحط عليه دايرة عشان ما ننساهوش. يلا مع بعض، واحد زائد واحد، برافو. اتنين، اتنين زائد الاتنين دي ما ننساهاش، اتنين واتنين كام؟ اتنين زائد اتنين بيساوي اربعة. يبقى ناتج المسألة خمسة واربعين. ها اكمل ولا الباقي يكون واجب؟ خلاص هسيب الاربع مسائل الباقيين دول، او هم اربع مسائل، هسيب الاربع مسائل دول واجب. تعالوا نشوف معايا فكرة تانية للجمع. بيقول لنا جمع اربع اعداد كل منها مكون من رقمين. هتقولي لي دي صعبة يا مس، ازاي هجمع اربع اعداد مع بعض؟ اكيد هغلط. هو قالك لا، لما يكون عندك اربع اعداد عايز تجمعهم اقسمهم مسألتين، خد كل رقمين مع بعض اجمعهم، وبعدين اجمع ناتج المسألتين عشان تكون سهلة عليك وما تغلطش. هنا حللنا مسألة، سبعتاشر زائد واحد وعشرين زائد خمستاشر زائد تمانية وعشرين، قسمهم مسألتين، اخد دول مع بعض جمعهم وعملهم مسألة، والعددين دول مع بعض جمعهم وحلهم كمسألة منفصلة، وبعدين اخد ناتج الجمع بتاع المسألة الاولى زائد ناتج الجمع بتاع المسألة التانية، وطلعنا الناتج جمع الاربع اعداد. يلا نشوف مع بعض، 17 زائد 21، 7 زائد 1 بيساوي 8، 1 زائد 2 بيساوي
3. يبقى احنا كده جمعنا اول عددين كان الناتج بتاعهم كام؟ 38. طب تعالوا نجمع العددين التانيين، 15 زائد 28، عملناهم كأنهم مسألة منفصلة خالص. 5 زائد 8 بيساوي كام يا شطار؟ برافو عليك، 13. 3 وتبقى معانا 1، هنحطه هنا عند الجيران فوق الواحد ده، بقى كام؟ 2. 2 زائد الاتنين دي هتساوي 4، برافو عليك. يبقى احنا عندنا 38 المسألة الجديدة بتاعتنا زائد 43. 38 زائد 43، 8 زائد 3، يلا عد بعد 8 تلات أرقام، بعد 8 9 10 11، أدي 1 والواحد التاني هنحطه فوق العشرات، التلاتة دي لما نحط عليها 1 هتكون كام؟ برافو عليك، وهتبقى 4، 4 زائد 4 هيساوي، ممتاز، أخدناها في مضاعفة الأعداد، 4 و 4 كام؟ برافو عليكوا 8، يبقى ناتج جمع الأربع أعداد بيساوي 81. يلا نحل مسألة تانية مع بعض عشان نفهم أكتر. ها بيقول لنا 34 زائد 28 زائد 13 زائد 17، هنقسمهم كل عددين نجمعهم مع بعض. يلا نشوف مع بعض يا حبايبي، هنكتب 34 زائد 28، يلا نجمعهم مع بعض، بيساوي كام؟ يلا نجمع، 8 زائد 4 يساوي، يلا نعد بعد 8، 4 يساوي كام؟ برافو عليكم 12. 2 ومعانا الواحد نحطه هنا على التلاتة، 3 نزودنا عليها 1 بقت برافو 4، 4 زائد الاتنين اللي في العشرات دي ما ننساهاش، ها 4 زائد 2 بيساوي كام يا شطار؟ برافو عليك، وبيساوي 6 يمس. يبقى دي اول مسألة طلعت كام يا شطار؟ 62. يلا نجمع الرقمين الباقيين، يلا نجمع الاتنين التانيين، هنشوف 13 زائد 17، زائد 17، يلا نجمع، ها 3 زائد 7 بيساوي كام يا شطار؟ ممتاز 10 يمس. طيب هنحط العشرة ازاي؟ هنحط الصفر ولا الواحد؟ برافو، هنحط الصفر الأول. طيب اتبقى العشرة، حطينا الصفر اتبقى معانا واحد، هنحطه هنا على العشرات، يعني الواحد ده هيفضل واحد ولا هيبقى اتنين؟ برافو عليكوا، هيبقى 2 زائد 1 بيساوي كام؟ برافو عليكوا، بيساوي 3. يبقى احنا عندنا كده 62 زائد 30، هنجمع كده الناتج بتاع المسألة الأولى زائد الناتج بتاع المسألة الثانية، 62 زائد 30 يساوي، يلا نجمع مع بعض، 2 زائد 0 بيساوي 2، وستة زائد 3 بيساوي 9. يبقى احنا هنا عندنا يا حبايبي اتنين وستين زائد 30 بيساوي 92. يبقى احنا ناتج جمع الاربع اعداد بيساوي كام يا شطار؟ بيساوي 92. في مسألتين تانيين عايزاكوا تحلوهم بنفس الطريقة، ودول هيكونوا واجب برضو، جمع اربع اعداد واربع اعداد، يا رب نكون فهمنا درسنا النهارده يا حبايبي. ولو في جزء عايز تفهمه اكتر عيد الفيديو تاني وافهم منه كويس وتحل الواجب، واي حاجه مش عارفينها نناقشها بكره باذن الله في المدرسه. شكرا لكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.